السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. مقطع اليوم جاء سريع، سوف نتحدث فيه عن السبب الذي يجعل إيرين يعود للحياة في كل مرة يموت فيها، وما علاقة هذا بميكاسا. وسنتحدث في آخر الفيديو عن بعض تسريبات أغنية بداية البارت الثاني للموسم الرابع لأنمي هجوم العمالقة، والتي لمحت لموت ميكاسا في الأنمي. وأيضا تم تسريب عنوان أغنية النهاية والمؤدية الخاصة بها. لا تنسى دعم الفيديو بلايك واشتراك، وأراكم بعد الفاصل. قصة هجوم العمالقة تدور في حلقة زمنية، ففي كل مرة يموت فيها إيرين يتم إنشاء جدول زمني جديد، والمسؤول عن إنشاء هذه الجداول الزمنية هي ميكاسا أكرمان لهدف واحد لا غير، رؤية إيرين مرة أخرى. يستمر كل جدول زمني لمدة 2000 سنة، مما يعني أنه إذا مات إيرين قبل أن تنتهي تلك 2000 سنة، يجب أن ينقضي الوقت المتبقي في تلك السنوات قبل أن يبدأ جدول زمني جديد. لكن يا أصدقاء، يوجد شرط حاسم لإنشاء كل جدول زمني. الشرط هو أن تحب ميكاسا إيرين في وقت وفاته. للبدء دعونا نلقي نظرة على الفصل 123. في هذا الفصل يسأل إيرين ميكاسا: ما أنا بالنسبة لك؟ قد يبدو لك هذا السؤال غريبا عند القراءة الأولى، لكنه نقطة حاسمة في القصة. بعد سؤال إيرين تجيبه ميكاسا: أنت عائلة. تذكروا جيدا هذا الحوار لأننا سنعود له لاحقا. لننتقل للفصل 138. تعاني ميكاسا من صداع متكرر طوال القصة، لكن في هذا المشهد من الفصل 138 يبدو الصداع أكبر وأشد. تقول ميكاسا: لا يمكنني تحمل المزيد، أريد العودة للمنزل. بعدها نرى مشهد لإيرين نائم في الفصل الأول، وهي لحظة بداية كل جدول زمني كما قلت لكم سابقا. تنتقل بعدها اللوحة لمشهد الحلم، حيث تجلس ميكاسا على كرسي. بعدها نرى نسخة مطابقة لما رأيناه في الفصل الأول، لكن بطريقة معكوسة. يسأل إيرين ميكاسا: لماذا تبكين؟ وتجيب: هل من الجيد أن أكون هنا؟ يقول لها إيرين: أنت من اقترحتي ذلك أولا. ثم يظهر لنا ميكاسا وإيرين يتحدثان. المشهد يبدو مثل مشهد الفصل 123 لما سأل إيرين ميكاسا: ما أنا بالنسبة له؟ لكن يا أصدقاء، يوجد اختلاف كبير ومهم. تم تبديل أماكنهم، حيث أصبح إيرين مكان ميكاسا، وهذا دليل جديد على وجود 3 جداول زمنية. كما قلت لكم في البداية أن حب ميكاسا لإيرين لحظة وفاته شرط أساسي لإنشاء جدول زمني جديد. هذا الحب سيكون هو المتغير المفصلي الذي يجب تغييره من أجل كسر الحلقة الزمنية التي تعيد المأساة مرارا وتكرارا. صراحة أعتقد أن ميكاسا وإيرين يحبان بعضهما البعض، لكن إيرين يعلم أو سيعلم في هذا الخط الزمني الأخير أن على ميكاسا أن تتوقف عن حبه من أجل إنهاء الحلقة الزمنية. لهذا قال لها أنه يكرهها لإبعادها عنه. عندما قبل إيرين يد هيستوريا، أعتقد أن إيرين رأى أن الجداول الزمنية تستمر بالظهور طالما ميكاسا تحبه في وقت وفاته، وأن هذا الحب هو مفتاح اللغز. في الجدول الزمني الأول اعترفت ميكاسا بحبها لإيرين، في الجدول الزمني الثاني تخفي ميكاسا هذا الحب وتقول لإيرين: أنت عائلة. لكن في الجدول الزمني الثالث هذا السؤال لم يطرح بعد، وإن كانت النظرية صحيحة فالجواب سيكون مختلفا في الأنمي. ميكاسا لن تتوقف عن حب إيرين إلا بموتها قبل أن يموت إيرين. في الفصل 139 والأخير قالت ميكاسا بأنها تريد أن ترى إيرين مرة أخرى، وهذا سبب تشغيل الجدول الزمني الأخير. نزلت تسريبات لأغنية بداية البارت الثاني للموسم الرابع لهجوم العمالقة. التسريبات هي عبارة عن صور رمزية لما سيكون في الأغنية، حيث نزل المسرب 4 صور. الصورة الأولى لشخص يصرخ، وهذا واضح أنه يلمح لغضب إيرين. الصورة الثانية لثلاثي القصة إيرين، آرمين وميكاسا، فهل يلمحون بها لثلاث جداول زمنية؟ أما الصورة الثالثة وهي المهمة بالنسبة لنا، وهي صورة الفراشة الميتة، وأنتم تعلمون أنها مقترنة بميكاسا، فهل سيكون هذا دليل جديد على موت ميكاسا في الأنمي؟ أما الصورة الرابعة والأخيرة هي لشخص ينظر لمنظر الغروب، وهذا يمكن أن يكون تلميح للحرية التي سيحصل عليها إيرين في الأنمي. أما بالنسبة لأغنية النهاية فهي ستكون من طرف المغنية الشهيرة آيمر، الأغنية باسم معبر الغربان. تغيير النهاية أصدقاء يوم بعد يوم يصبح حقيقة في حال تسريب أغاني البداية والنهاية في الأيام القادمة، والتي غالبا ستكون فيها تلميحات قوية أنتظرها بفارغ الصبر منذ مدة. نقوم بعمل فيديو مخصص لها، وأراكم في فيديو جديد.